السلام عليكم. مرحبا أبنائي الأعزاء، فاليوم نحن سعداء جدا بوجودكم هنا في مدينة الثقافة والعلوم بمدينة السادس من أكتوبر، وتحديدا في المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات. إن شاء الله نحن على يقين من أنكم ستحظون بتجربة هنا لا تنسى من خلال هذه المحاضرات العامة والتدريبية اللازمة لتطوير مهاراتكم في مجالات متنوعة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. ونحن اليوم سعداء بتقديم محاضرة مميزة حول تطبيقات النيتروسوفيك في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكات وإنترنت الأشياء، ونثق تماما إن شاء الله في قدراتكم على تحليل هذه المعلومات وتطبيقها في أعمالكم المستقبلية. تعلمون أن المعرفة هي القوة أو القوة والمفتاح الأساسي للتميز والنجاح، ونحن ندعمكم ونحثكم على الاستفادة بشكل كامل من هذه المحاضرات العامة وجميع الموارد والأدوات المتاحة لكم هنا في رحاب العلم. مرة أخرى أرحب بكم جميعا، ونأمل أن تغطوا هذه التجربة وتكون مثمرة ومليئة بالإنجازات والنجاحات. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله هناك لقاءات متنوعة لعلماء من خارج مصر ومن داخل مصر حول مجالات الذكاء الاصطناعي. أستاذ الذكاء الاصطناعي في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، ومدير أكاديمية هواوي بجامعة كفر الشيخ. وأنا بقول نرحب جميعا بالأستاذ الدكتور ومدير عام النشر الإلكتروني والإحصاء بجامعة المنصورة. والعلم والذكاء الاصطناعي لا ينفذ كل يوم جديد.
طبعا حضراتكم عارفين وفي الشك ان في العديد من الوظائف اختفت كتير جدا، وظائف اختفت وتحول اسمها من الكوبين حسبات ومعلومات الى كوبين حسبات وزكاة الصلاة، زي جامعة القاهرة مثلا، وفي جامعات كتير، جامعة دنيا برضه كان اسمها كوبين حسبات ومعلومات غير قدراتك في مجال زكاة الصلاة. طيب هو المفروض ان البدو المصدر بيتكلم عن الزكاة الصناعي وتأثيره على التعليم العالي او التعليم الجامعي في مصر. احنا لما نيجي ما بقاش بالحفظ والتطبيق اكثر منهم بتنميه مهارات وقدرات بشكل موثق. واكثر حاجه كانت لفت انتباهي في مدينه الحكم ان هم مهتمين جدا بجيل دبليو والنيورال نتورك. طبعا مع الارتفيشال انتليجنس بريسبل الثاني ذا راند اوف بروس او ذا شيب دي. طبعا احنا اشتغلنا عليها كمان بالسبايك فيكتور ماشين. انا اتصور بكل نظر المراجعه الشخصيه ان السبايك فيكتور ماشين اقوى شويه من ايه؟ من كذا رقم. عنده عيال عنده 25 سنه وعنده كام بيعمل ايه؟ بيطلع اوتوماتيك ده المحفزات اللي هو دي مين؟ بعد ما يطلعها نرجع تاني لمجال البيزنس. فزي ما بشوفنا الدكتور محمود قال البلوك تشين. البلوك تشين بالتعريف الابسط من الدكتور محمود قال طبعا التعريف اللي الدكتور محمود قال ساينتفك قوي. لكن انا ما جاتش كده بالبلد. هو طلع في الكريبتو كرانسي والعملات الرقميه في اجهزه بتعمل ماينر عليها. طبعا الكلام ده بيتجرب في مصر هنا. الاثيريوم برضه بقى الكريبتو كرانسي تبقى تشتغل عليه. ده بالنسبه للبلوك تشين. كمان الميزه في البلوك تشين والكريبتو كرانسي انه بيوزع البلوكات على كذا جهاز مختلف. عشان لو الداتا اتلفت او في روز اتلفت من جهاز معين تلاقيه في تاني. عشان كده صعب ان انت تتبع الداتا وتقدر تنسيها. وهي كانت في الاول اصلا قصتها لعبه وواحد يمني كان عملها. وبعد كده اتطورت ان هي تبقى كريبتو كرانسي ابتدى يطلع كذا عمله وغالبا مصر بتلعب العمله دي دلوقتي. بالنسبه للبيزنس انت لما بتيجي تشتغل على فيسبوك وانت بتتكلم مع واحد صاحبك تقول له انا عايز اشتري موبايل، تيجي تبص تلاقي فيسبوك الواحد مكتمل وطلع لك اعلانات دراجات وموبايلات. ما ده انا مش شايف كده، هو بيسمع ايه جيش طيارات اللي كانت طياره في بلدك كانت بتحط العصب وعنده كلمه يروح معاك يقول له خد بالك انت هتقعد على سطر تحت تطلع فوق تنزل تحت. كل ده بيبقى عامل ازاي؟ عندك جهاز بيقعد يعمل تريند تريند بأعداد كبيرة جدا يفضل يعمل تريند تريند تريند. وفي نوعين من التريند الماشين ليرنينج السوبر فايز أو عامل سوبر فايز. يا اما تعلمه وانت سوبرفايزد عليه يعني تحت الشفر او تعلمه من غير الشفر. في ناس بتفكر كده وفي ناس بتفكر كده بصوره احسن والفكره اللي انت بتديله سوبرفايزد ما تحت الشفر انت عايز تتعلم ازاي. نيجي بقى بالنسبه للاستخدام الاي اي تولز اللي موجوده دلوقتي زي شات جي بي تي. خد بالك من نقطة، أنت زي ما هتدخل الريكوست بتاعك أو الطلب اللي أنت هتكون له عايز تتعلم في دماغك. عندك أنت لما تيجي في تولز بتدور على تولز أنت اشتغلت بالـ AI تولز ولا لأ؟ هو بيعرف إيه؟ بيشوف الحاجة اللي أنت كاتبها دي. هو إحنا قلنا إن إحنا عملنا
intelligent world مع الميكروسكوبيك. الميكروسكوبيك لما انا اشتغلت بيه عمل لي نقله نوعيه في النتائج اللي انا عاوزها. طبعا الميكروسكوبيك كان طلع وفي الفتره اللي فاتت وابتدى يظهر بقوه في الايام دي. كان طلع مع عالم اسمه فلورين من سرطان ده في امريكا واستاذنا الفاضل دكتور علي حبيب الدكتور محمد سلامه ووضع الحالي ووضع المستقبلي. وبالتالي بياخد سنه ده هيحصل بنسبه 100% مش هيحصل يبقى ايه اللي هيحصل معاك عندك دلوقتي في بعض المصالح في اوروبا شكل ممكن انت كمان تاخد كورسات من القصيره تدي بعض الكورسات فري بس مالهاش شهادات بس بتتعلم دور والعمل ازاي لازم تتعلم محدش هيجي يقول لك انا هحتاج نجيبك كده وعليك مش هديك ده. الذكاء الاصطناعي لون مايك كان زمان بيشتغل ان هو يقدر يعمل كلاسيفيكيشن حاجات بسيطه كده. بعد كده قال لك هنشتغل على تخزين بسيط بشكل يخفف ده بس بيعوزها دلوقتي بيعمل الماين ثيوري او نظريه العقل جوه الاي اي ده من ضمن برضه ديب ليرنينج ان هو بيقعد يذاكر ويدي حاجه ويوفر الداتا بسرعه لحد ما تحط حاجه بيطلعها. شات جي بي تي هو بتاع الكبار هو الاي اي تول اللي بتحصل منها زي ما هي فوائد تانية وخلاص. بالنسبه للناس الاسباب اللي هم هاكر الاسباب ده يروح بعتلك رساله يقول لك افتح الدين وتروح داخل تلاقي بيانات الفيزا بتاعتك مش عارف تعمل ايه اهو ايميلاتك بتروح عن طريق الاسباب. الميلز بتاعتك لو انت فتحت لينك بتاع الاسباب يروح اقدر احمي نفسي ازاي؟ انا ما بفتحش اي حاجه ما اعرفهاش اي سبب حاجة ما اعرفوش ما بفتحهاش. لازم اكون عارف الوضع ده مين؟ لازم اكون عارف الاسباب اللي جايه لي تيجي مين؟ في بعض التولز اللي بتعرفك تبتدي تعمل سايبر سكيورتي ازاي؟ سايبر سكيورتي في ناس بتفكر زي تكنيك عادي مجرد تفكر اخلاقي ازاي تعمل مشاركات. طبعا دي لازم تكون متطورة لغاية ما مفيش حاجة هات. وخد بالك النقطة اللي هيفرق عن غيرك مدى النولج هي المعرفة. انت ممكن يبقى في مرض عنده تلت اعدادي او شخص انا عشر سنين وتلاقيه معدي عندك بمراحل كل ما هو قاعد شغال الكمبيوتر بيشوف الدنيا او المخلوق هو اللي عمل صنع الاله. لكن الله سبحانه وتعالى هو صانع الانسان وصانع الاله. طيب.